حديث عند الاثنين سأخصصه لموضوع على درجة كبيرة من الأهمية، وموضوع له أهمية سواء على المستوى الثقافي أو السياحي. الموضوع يتعلق بكيفية الاستفادة من المآثر التاريخية ومن المواقع السياحية ومن المواقع الحضارية التي تؤرخ لتاريخ مدينة طنجة، كيف سنثمنها، كيف سنوظفها من أجل التنشيط السياحي والثقافي، ومن أجل كذلك صيانة الهوية، هوية مدينة طنجة. وهنا بغيت نهضر بالدرجة الأولى على السيركوي توريستيك، يعني المسارات السياحية. طنجة بإرثها الكبير، إذا جينا نهضروا على مغارة هرقل التي الآن في مراحلها النهائية وستكون تحفة بحول الله بعد استكمال الأشغال فيها، هناك ضريح بوطوطة، هناك غابة بيرديكاريس، هناك كذلك فيلا هاريس، هناك الأسوار داخل المدينة العتيقة، هناك متحف القصبة، هناك هذه المنظر الجميل لمدينة طنجة. كيف يمكن أن نوظف كل هذه المآثر؟ طبعا هناك مآثر أيضا لها طابع ثقافي وفكري وفني، مثل مسرح سيرفانتيس، لها طابع رياضي أيضا مثل بلاسا تورو. كل هذه التحف الفنية التي تؤرخ لمراحل مهمة من تاريخ هذه المدينة، كيف نستطيع أن نوظفها في لكي تكون عاملا مساهما وعاملا مهما في التعريف بتاريخ هذه المدينة؟ طبعا الآن بعض هذه المآثر في طور الإصلاح والترميم، والبعض الآخر سيأتي وقتها عما قريب، ولكن سنعمل في هذه الأسابيع المقبلة على رسم مسارات سياحية واضحة ومهمة وقادرة على أن تمنح صورة حقيقية على تاريخ وحضارة هذه المدينة.